السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادة من قناة انثني جيمي. اليوم رجعنا لكم بلعبة فيجا ذا لونج سنايت. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو سابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق قاتلنا زعيم، واليوم راح نقاتل زعيم آخر. وهذا الزعيم أتوقع يا جماعة الخير، أنا ما متأكد ولكن أتوقع أن هذا الزعيم راح يكون هو قبل الأخير. إنزين، فأنا أتوقع أنا جاهز يا جماعة، عندي 10 هيلينج بوشن وعندنا ميزة جديدة أخوان، وهذا الميزة يوقف الزمن يا جماعة أو يبطئ الزمن يا أخوان. فراح نستخدم هذا الميزة لما نقاتل الزعيم يا أخوان. فخلونا نتحرك، وأنا أتوقع أني جاهز حل هذا الزعيم، يعني أتوقع أني جاهز، فالله يستر. بس اللي سمعت أن هذا الزعيم يا أخوان هي زعيمة، ما زعيم، زعيمة يا أخوان. إنزين، قوية يعني، هي ما سهلة. أتوقع هذه أقوى زعيمة راح نواجهها في هذه اللعبة. يس، فالله يعيننا. أوكي، هي ذي كما قلت لكم زعيمة، وتشبهنا الغم، تشبهنا ما شاء الله. إنزين، لا لحظة، هذه ما تتفاهم، ولكن أنا عاكف أصابيش، عندي اللي هذه سريعة يا إخوان، سريعة. إذا لاحظتوا أنها سريعة ترى، فلازم وش نسوي؟ فلازم تشرخنا مثل ملعكة بشوتة. يلا، هذا وش تعق؟ تعق طين. اوكي اوكي اوكي، لا 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 لا، ايوه يا اخوان، تعرف انا فهمت وش نسوي لهذا هذا الزعيمة. نعطيها مسافة امان، ايوه، يعني ما نكون قريب منها لانها سريعة. لاحظتوا ان ضرباتها اغلب ضرباتها من قريب. اوكي، فلازم تعطوها مسافه. لا حبيبي، قالت مسافه، ما مسافه، انا طبقت في الطين. لا، هذه من كذاك تستخدم الطين، فهمت انا. لحظه، خليني ابطئ الزمن. زين، اعمل كذا واضرب. ايش رايكم يا اخوان في هذا الميزه؟ ايش رايكم؟ والله اتوقع ان هذا الميزه يعني يعتبر او بي يا اخوان، ولكن المشكله تعرفوا ايش يا اخوان؟ انه حتى انا اكون بطيء. فيس، فما فهم هذا، هل هذا من صالحي ولا لا؟ اوكي، انا بموت يا اخوان، انا بموت. لا لا، شكلنا بنطول، شكلنا يا ساتر، ما شفت الضربه. لا اوكي، هذاك الضربه لما اسمه لما يصيبك هذاك الضربه يا اخوان ما تقدر تتحرك، تكون بطيء، فلازم نكون حذرين. اوكي، خلينا اهيل. لا لا، انا غبي، انا غبي، رحت لها. تعالي والله، لكن هذا الصراحه هذا اسمه هذا القوس يا اخوان والله شغال، والله فادني هذا القوس، ولكن مشكلته يا اخي طاقتها يعني ما يتحرك، عندها طاقه يعني رهيبه بصراحه. لكن انا ما علي، لكن ما علي، انا صبور. اوكي، انا صبور وانا بموت. هذه بتقتلنا يا اخوان، اتوقع بتقتلنا، مع اني باقي لها نص هيلث وانا باقي لي تقريبا 4 هيلينج بوشن، فما متاكد اذا بقدر اقتلها، ولكن بحاول يا اخوان. فانا اريد اختم هذه اللعبه يا اخوان هذا الاسبوع، لان طولت واجد. وإذا أنتم كنتم ملاحظين أنا طولت واقف هذه اللعبة، فأنا ما عجبني الوضع، أنا ما عجبني، أنا ميت، أنا قتلتني يا أخوان. خلونا نقرب هذه المرة يا أخوان، هذه المرة إن شاء الله راح نقتلها، بحاول. مشكلتها كما قلت لكم يا أخوان، لا يعني لا تكونوا قريبين منها، يعني أعطوها مسافة، لأن أغلب ضرباتها من قريب إذا لاحظتوا. عندك كم ضربة من بعيد، ولكن أغلب ضرباتها من بعيد من قريب. من كذاك يا تستخدم هذا الطين عساس ما تتحرك أنت، فهمتوا صح؟ أنتوا لاحظتوا كيف تحركاتها، هي تحركاتها وأغلب ضرباتها من بعيد، وأنا عندي أوكي أوكي أوكي، أنا مت، أنا مت، ما مشكلة، بداية سيئة لكن ما مشكلة، كذا بس. أول ما تجيب شردوا عنها، تعطوها مسافة ونضربها مرة ثانية.
كذا 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 بتكون الخطه. ايوه ايش رد؟ اعطوها مسافه واضرب. اول ما تجي تقلب كيف ضربتني؟ انا ما فهمت ولكن ما مشكله. هذه اللعبه ترى في جليتشات. انا ما متاكد كان في جليتشات لكن انا حاسس انه في جليتشات لاني تعودت من دون سبب. فانا بقلب هذا مو اقلب. يا لا 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 هدي هدي منسمش هدي منسمش ايوه ما اعرف من اسمه ديبل من ديفل ديفل ولا ايش اسمها ذي ذا فيرست وان. المهم انا بكمل المقاتله. ابلع. لا 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 اعطوني كيك. لا يا حبيبي لا ما كذا لا 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 مسمش مسمش شوي شوي والله شوي شوي كنا حلوين قبل شويه. حس عصبت ترى هي عصبت ترى ولكن انا عصبت اكثر. ايش رايش بلها امطار من بقول امطار من اسهام ولاثني اسهام. لا لا هدي هدي مسمش شوي 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 نحن متشابهين نفس الشكل ولكن انا احلى. ايوه تعالي تعالي انا بعلمش الوصول للسهام. اتوقع يا اخوان عندنا فرصه نقتل هذه المره. لا 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 مسمش يا اخي قس بعيد. شفت كيف اول ما تعقز الاسماء انا بموت انا بموت يا اخوان. لا 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 يا مسمش كيف ضربتني؟ والله والله ظلم والله العظيم اذا قتلتني اصيح. ايوه ما شغلين نسوي لك راكتو. مشكلتي حتى انا لما اضرب اكون بطيء يا اخوان فهذا ما من صالحي. لاحظتوا صح؟ ولكن ناخذ نفس على اساس نركز. ايوه ناخذ نفس على اساس نركز يا اخوان. لا الا الكيك. لا 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 بتقيني لما تعق هذا المسمى ما بتعطيني فرصه يا اخوان. احسب قاعده تضغط الحين تضغط عليه. اوكي 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 لا 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 مسمش دفل لو منسمش. ايوه خليش بعيد. ايوه كذا بس. ايوه قس هناك قس هناك وانا قس هنا. لا 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 هدي 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 مسمش. لا 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 ضربتني لا ضربتني. انا ميت. لا 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 تقتليني نرجوش. نوقف الزمن شويه. ايوه نبطئ الزمن وتبلع شويه من الاسهم. هذا عادي ماشي شاهي ماشي شاهي ولا شيء بيطلع مني ماشي شاهي. لا 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 يا مزمش لا يا بنت لا يا بنت لا 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 خلاص خلاص تموت موت موت. يس قتلناها. ديفل اسمها ديفل صح؟ ديفل يا دايزي. If you could go back I would read fairy tale with you instead of the pilgriming of the Helios. اوكي انا ما فهمت وش قصدش بهذا الكلام. fairy tale ما عندي انا ايوه انا جاد انا ما احب fairy tale. اوكي اتوقع انه الحين يا اخوان باقلنا اخر زعيم في هذه اللعبه. انزين باقلنا اخر زعيم في هذه اللعبه قبل ما خلونا نروح هنا سيمثي. بغى تشيك على شيء يا جماعه اذا اقدر اطور السلاح او لا حال الزعيم الاخير. انزين حبيب كيف تقدر تطور لي سلاح شويه يعني لان ابا اكون مستعد حال الزعيم الاخير. لا ما عندي هذا للاسف الشديد اخوان ما عندي هذا الحجر فنحتاج هذا الحجر على اساس نطور السلاح الى الفول ليميت. فما مشكله يحتاج لنا نعمل فارمينج. اوكي طيب خلينا نشوف كم الحين كم الدمج اللي يسويه. اوكي يعني 37 مش سيء يا اخوان مش سيء. حل سهم مش سيء يا جماعه.
حبوا عند وين اعطيني اسم ذاك ابغى الهيلينج بوشن مالي. خلينا اعبي عندي كم انا بعبي 9. حلو ممتاز. طيب يا جماعة الخير في الفيديو القادم إن شاء الله راح نقاتل، أتوقع راح نقاتل الزعيم الأخير في هذه اللعبة. إنزين فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، منتقانا إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.